وبصوت الزميل عبد العزيز العطوي. إذا باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك يا الله نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. هكذا مشاهدينا متابعينا الأفاضل أينما كنتم يتجدد بكم اللقاء ويتجدد بكم الترحيب من هنا من ميدان التحدي من درة الميادين الخليجية ميدان الشحانية. وفي هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة انطلاقة وتحديات سن الكبار سن المتعة والإثارة سن الإبداع دائما وهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ على بركة الله وحفظ أعلنت انطلاقة وتحديات شوطنا السادس والخاص بسن القعدان الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يحتل المركز الأول من يحتل الصدارة في هذه اللحظات مقدام من يتقدم ويقود المسيرة هجن الشحانية من تقدم لنا مقدام الدافعي لنا بمقدام في عملية التضمير محمد بن خالد العطية المشاغب دائما في عالم الأصالة المشاغب دائما في جميع الميادين. المركز الثاني أتابع وأراقب الحضور أراقب الانطلاقة في هذه اللحظات من قبل الواصل والمتقدم على ثاني المراكز في هذه اللحظات يصل زعزاع لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مقدما لنا زعزاع على ثاني الأسماء. المركز الثالث أتابع الحضور وأتابع الانطلاقة من قبل سطام التابع لهجن العاصفة غياث الهلالي من يقدم لنا سطام على مستوى المركز الثالث. الباحثة هذه المؤسسة في هذا الصباح عن الهاتريك في هذه الانطلاقة الدور دور المركز الرابع لأتابع الحضور لأتابع الانطلاقة في هذه اللحظات من قبل لعريق لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يقدم لنا في هذه اللحظات العريق من ينطلق على المركز الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس أتابع الحضور وأتابع الاندفاع من قبل إفراج لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة والمراقبة في هذه الأثناء من يقدم لنا إفراج على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة هكذا هو نداؤنا الأول قد أتممناه على مسامعكم يا سادة يا كرام. ومن هنا تحول إلى الصدارة وإلى المركز الأول حيث تابع من يتحكم بمفاصل الشوط من يتحكم بزمام الأمور مقدام مقدام هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم الأسماء الكبيرة من قدم لنا الشامخة ومن قدم لنا سحابة ومن قدم لنا الكايدة يأتي في هذه اللحظات ويقدم لنا مقدام من قدم الأسماء العملاقة والأسماء العديدة التي انتزعت الرموز وانتزعت السيوف وخطفت الخناجر والبنادق. يا العطية محمد بن خالد العطية ينطلق وهل يخفى القمر يا أبو خالد ينطلق في هذه الأثناء مقدما لنا مقدام بشعار هجن الشحانية. المركز الثاني أتابع الحضور والانطلاق من قبل هنا يتقدم زعزاع زعزاع القادم بشعاره العناب الكبير يتقدم في هذه اللحظات هنا ينطلق زعزاع لهجن
الشحانية وسالم بن فاران المري من يقدم لنا زعزاع الذهبي واصل وحاضر في هذه الانطلاقة المركز الثالث. أتابع سطام 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 لهجن العاصفة. وهنا غياث الهلالي من يقدم لنا سطام في عملية التضمير على ثالث الأسماء المركز الرابع. أتابع الانطلاقة من قبل شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مقدما لنا في هذه اللحظات شعار بانطلاقة وتحديات شاهين من يحمل الرقم واحد وطموحه دائما هو تحقيق المراكز الأولى. المركز الخامس. أتابع الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل العريق من يتقدم العريق من ينطلق بشعار هجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يقدم لنا العريق على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى. وما بعد الخمس هنالك أسماء كبيرة، هنالك أسماء عملاقة، هنالك أسماء حاضرة وواصلة في هذا الشوط، حاضرة في هذا الشوط وثابتة بشعاراتها اللامعة وبمؤسساتها الكبرى. العودة إذن إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول الأسماء لكي يتابع من يحتل المركز الأول، من يتقدم في هذه اللحظات، من يغير في هذه الأثناء وينطلق بالصدارة ويغير التغيير الكلي وينطلق في هذه اللحظات. زعزاع 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 غير في هذه الأثناء بشعار هجن الشحانية انطلاقة كبيرة يا أبو جابر. سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا في هذه اللحظات هذه الانطلاقة وهذا القدوم. يا سلام يا سلام يا سلام زعزاع زعزاع غير في هذه اللحظات المركز الثاني. وتابع القدوم من قبل سطام الحاضر في هذه اللحظات المتقدم وهذا الشعار الذي يأتي في هذا الصباح ويبحث عن النقطة الثالثة في هذه الانطلاقة. هجن العاصفة القادمة بسطام وغياث الهلال الحاضر، غياث الهلال المنطلق والمتقدم من يقدم لنا هذا الشعار في عملية التضمير. المركز الثالث. أتابع مقدام 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 بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد. العطية من يتقدم، العطية من ينطلق ويدفع لنا بهذا الشعار. الله 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 وصلنا إلى لوحة الكيلوين متر الأخيرة، الكيلوين متر الأخيرة. يا سلام. المركز الرابع. أتابع الحضور من قبل شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني من يقدم لنا شعارة في هذه اللحظات. الدور دور المركز الخامس لأتابع العريق، العريق بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يحكم القبضة، من يحكم السيطرة في هذه اللحظات بانطلاقة زعزاع على المركز الأول وباندفاعة وتقدم وانطلاقة هنا العريق على المركز الخامس. ولكن وصل في هذه
اللحظات. هنا الزم على المركز الخامس، اول نداء لالزم، الزم من يتقدم بشعار هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. واصل بن عقيل واصل وحاضر في هذه اللحظات، ولكن العودة وين؟ العودة الى زعزاعة، العودة الى زعزاعة. ومن يسبب الازعاج دائما من غيره؟ الذهبي من غيره. زعزاع زعزاع، والكيلو متر الاخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير. زعزاع على اول الاسماء، زعزاع على اول المراكز. يتقدم ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني مقدام، وصل مقدام وصل. والمركز الثالث الزم 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 الزم. ثلاثية شحانية، ثلاثية عنابية بانطلاقة واندفاعة. سالم بن فاران المري، سالم بن فاران المري، من قدم لنا الداودية، من قدم لنا حضور، من قدم لنا الوسمية، من قدم الأسماء الكبرى، من قدم الأسماء الأسطورية. يتقدم بو جابر، ينطلق بو جابر، والعصا نار راقدة، والعصا في الابطان. الله 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 الله، بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. تحضر في هذه اللحظات هجن الشحانية. سطام وصل لهجن العاصفة، ولكن سلام 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 شحاني، سلام سلام يا الذهبي، سلام. سالم بن فاران المري، سالم بن فاران المري، تهانينا تهانينا، والف مبروك لهجن الشحانية والى جماهيرها والى الذهبي سالم بن فاران المري على هذا الفوز الكبير والمستحق. المركز الثاني، وصل سطام لهجن العاصفة وغياث الهلال. المركز الثالث الزم لهجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من قدم لنا هذا الشعار. المركز الرابع مقدام لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصل مستحيل لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري. لحظات الوصول 12 دقيقة 52 ثانية و74 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الثاني سطام لهجن العاصفة غياث الهلالي، من قدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار. 12 دقيقة 53 ثانية 82 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك لهجن العاصفة وإلى جماهيرها. المركز الثالث الزم لهجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من قدم لنا الزم. 12 دقيقة 54 ثانية 10 أجزاء من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك. الكلمة والمايك تنتقل للزميل.